الصناعية ونقلها إلى مشاهدي القنوات التلفزيونية في مختلف أنحاء العالم. يريدون أن يسمعوا صوتهم للعالم. المتظاهرون الليبيون يهدفون للحصول على مزيد من الدعم الخارجي بعد أن نجحوا في استقطاب أطراف داخلية عديدة. وفي ظل قطع السلطات الليبية خدمات الإنترنت عن معظم أنحاء البلاد، حاول النشطاء البحث عن بدائل أخرى. ناشطان من مدينة بنغازي ثبتا آلات تصوير على سطح هذا المبنى وحولا طبق الاستقبال الفضائي هذا لوسيلة بث للتظاهرات المناهضة للزعيم الليبي معمر القذافي، واستخدم وسائل تكنولوجية محدودة يمكن من خلالها إرسال المشاهد إلى القنوات التلفزيونية في أنحاء العالم. الموضوع مش محطة فضائية أو قناة بث، الموضوع إن نبغى نوصل صورة للعالم إن في هنا ذبح وفي قتل وفي استخدام يعني مفرط للقوة والسلاح. أصبح بإمكان العالم متابعة التطورات في بنغازي على مدار الساعة من خلال محطة فضائية تبدو إمكاناتها متواضعة. ولكن فريقها على درجة عالية من المهارة والتنظيم.